عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. وصل في هناك مع هملول احمد بن محمد بن غنام الهاملي المركز الرابع مع دا العابر سعيد بن حمد العامري المركز الخامس كان مع الدمتي هنا ايضا احمد بن سعيد بن سالم الرميتي ايضا اعود بالتوقيت الزمني 7:29 واربعة اجزاء هنا وتسعة اجزاء من الثانية تهانينا والناموس والسلام على هذا الاداء الجميل يا مالك الكاتم محمد بن راشد الحارب السعدي وسلام الباطنة سلام على هذا الفوز وميدان طوي الشاوي المركز الثاني 7:29 وستة اجزاء من الثانية اللي وصل بالمركز الثاني هو مكفي لمحمد بن زفنة بالوهي العفاري اللي وصلنا على المركز الثاني او هناك من المركز الثاني المركز الثالث 9:30 جزئين من الثانية من وصل هنا بعد الأداء الأخير كان مع المركز الثالث هملول لأحمد بن محمد الغنام الهاملي تهانينا والناموس لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الكرام تتواصل ميدان المرموم لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المهرجان مهرجان المرموم التراثي الذي يحمل أسماء وشعارات توافدت من كل حدب وصوب بانطلاقة شوطنا 18 المخصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين لجميع القادمين الباحثين عن الفوز والانتصار. الذيب يتقدم اللي يقدم لنا الذيب عامر بن محمد بن زايد المنصوري يتقدم مع بداية هذا الشوط مع المركز الأول. المركز الثاني يتقدم فيه الواصل والقادم هو أيضا نسناس راشد بن دعيفس بن علي الخاطري يقدم على المركز الثاني. المركز الثالث واصل وقادم ايضا المتسلل ضايج احمد بن علي بن سالم العمري يقدم لنا ضايق. المركز الثالث هناك الوصول مع عزام فالح بن ياسر بن فالح الشامس يقدم لنا عزام. رابع المراكز هملول سلطان بن مهير بن عبد الله بن محيان الاكتبي يقدمها بهذه اللحظات. الحذر قادم علي بن خليفة بن عبد الله الرميت يقدم لنا الحذر مع هذا الشعار المميز الذي صال وجال في ميادين السباقات. ايضا المركز السابع وصول وتقدم من قبل راهي حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يقدم لنا راهي على المركز السابع. المركز الثامن يصل هنا شرس احمد يقدم لنا شرس عبيد بن محمد بن ذويب العامري يقدم لنا شرس بشراسة هذا الشعار بشراسة ايضا وقوة هذا الشعار المتسلل بهذه اللحظات. وايضا وصولا وتقدم مع شعار مميز وجميل مع متوكل محمد بن علي الجابر المري قادم. وايضا وصول مع انطلاقة متعب عمر بن سليمان بن سلامة الفهيد الجني قادم بهذه اللحظات. ايضا الوصول مع ايضا القادم جلمود محمد بن عتيج بن شامس العامري يأتي على المركز العاشر. هذه الأسماء المتقدمة والشعارات الرائعة الجميلة. ولكن يا الرميثي من يقدم لنا انطلاقة الحذر علي بن خليفة بن عبد الله الرميثي يتقدم مع انطلاقة الحذر مع المركز الأول. يا علي يا بن خليفة يا الرميثي يا مالك الحذر ركز
مركز بهذا الشوط، الجماهير تطالب بالفوز والانتصار مع بداية هذا الشوط. المركز الثاني القادم راهي حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري يقدم لنا راهي يبحث عن النقطة الثانية لأبناء مدينة العين. المركز الثالث تسلل أيضا القادم والواصل أيضا لهب خليفة بن سلطان بن رشيد والندى، أول ندى للهب أيضا الوصول مع انطلاقة شعارك يا بن معتوق محمد بن معتوق بن شامس العامري يقدم لنا جلمود والواصل أيضا والقادم والمتسلل بهذه اللحظات. واقتربنا اقتربنا الكيل الأخير الكيل الخطير، وصلت الأسماء وصل أيضا شعار أريش يصل راشد بن علي بن رشيد الاكتبي يا ابناء المرة غادمين مع أريش والأسامي قادمة، ولكن بن رشيد قدم الجديد قدم ما هو جديد مع المركز الأول ما شاء الله تبارك الله. إذن هذا هو لهب بالشوط الملتهب لأبناء جميرة. سلام يا جميرة، سلام عليك يا بن رشيد يا خليفة يا بن سلطان يا بن رشيد. مع الفوز والانتصار راح بن رشيد راح إلى الفوز لأبناء جميرة كما عودهم بن رشيد بما هو جديد باكتساح المركز الأول بالفوز والانتصار. سلامي عليك يا أبو مانع، سلام يا خليفة يا بن سلطان يا بن رشيد يا السويدي. من ينتزع الفوز والانتصار؟ سلام يا جميرة من الأولى إلى العاشرة مع الفوز والانتصار. تهانينا والناموس الخليفة بن سلطان بن رشيد السويدي على الفوز والانتصار وعلى انتزاع لهب للمركز الأول. المركز الثاني محمد بن معتوق العامري من أتى مع المركز الثاني أو المركز الثاني علي بن خليفة الرميث، المركز الثالث محمد بن معتوق العامري، رابع المراكز اللي وصل على المركز الرابع مغامر مطر بن محمد بن دحروي العامري، خامس المراكز اللي وصل هو ايضا على المركز الخامس الكايد جابر بن فهيد بن محمد بن زبدان المري. تهانينا والناموس لمن قدم وانتزع المركز الاول لهب خليفة بن سلطان بن رشيد السويدي. ساعة وصول الى خط النهاية معلن الفوز والانتصار، توقيت 7:24 وفاء وتماما مهديا ابناء جميرة الفوز والانتصار كما عودهم بن رشيد بالفوز والانتصار. سلام يا بن رشيد، سلام يا عاشق السلالة الشاهينية. المركز الثاني الحذر العلي بن خليفة بن عبد الله الرميثي، توقيت 7:27 أربعة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لك يا أبو خليفة، قدم عرض يشكر عليه اللي احتل المركز الثاني. المركز الثالث لمحمد بن معتوق بن شامس العامري، توقيت 7:25 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر والانطلاقات تستمر في تحفة ميادين سيبو.